جزاكم الله خيرا. تقول عن ذلك الزوج إنه لا يصلي ولا يصوم، وعندما أطلب منه أن يدفع الزكاة من أجلي فإنه يرفض، وأنا لا أعمل وزوجي هو الذي يصرف علي، فهل علي زكاة في هذه الحالة وماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. المشكلة إذا كان لا يصلي وهو عاقل فإنه لا يصلح بقاؤك معه، لأنه إذا ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك وهو عاقل فإنه يكون كافرا، والمسلمة لا يجوز لها أن تبقى مع الكافر. أما إذا كان مختل العقل ولم يترك الصلاة متعمدا وإنما بسبب ما أصابه من خلل في عقله فإنه غير مكلف في هذه الحالة، انتظري إلى أن يشفيه الله من هذا المرض. أما قضية الزكاة، إذا كان عندك أموال لك حال عليها الحول فإنك مطالبة بإخراج الزكاة منها، وأما إذا لم يكن عندك أموال لك أنت ليس عليك زكاة، وأموال الزوج الذي هذه حاله لا يخرج الزكاة وليس عنده عقل، ترك الزكاة لأنه غير عاقل مصاب في عقله كما ذكرت، ولا يصلي لأنه غير عاقل، فهذا يكون وليه، يتقدم إلى المحكمة لنصب ولي على أمواله على شؤونه فيخرج الزكاة نيابة عنه من أمواله. نعم.